الشعور ما تقدرش توصفه، خاطش باش تفوز بكأس العالم مع المنتخب الجزائري، الفريق اللي شغل المنتخب تاعك والبلادك اللي تحبها، اقول لك ما تقدرش تيماجيني هذاك الشعور، خاطش كانت فرحه كبيره، ومن بعد توليك شغل عايش في الاحلام، ما تامنش باللي صح انت حقق كاس العالم. ولا بصحه جيده في راسك يعني، واش تفكرت كي دراوي رفد كاس العرب؟ حاجه اللي تفكرتها بالكش فتره صعبه عشتها، بالك الطفوله ديالك، بالك مو حاجه باينه، تفكر الطفوله، تفكر الفترات الصعبه اللي جست عليها في حياتك. الحمد لله هذو الفترات الصعبه وهذو المراحل هذو هما اللي يصنعوا الرجال ويخلوك تزيد تخدم اكثر واكثر باش تلحق المبتغى تاعك. كاين نقطه مهمه ثانيه، كاين نقطه مهمه ثانيه محمد، انا فرحت بزاف كي شفت زكريا يلعب، هي يطلع ما يقولكش انا ميلي ريكيبيراتور وبس وتحبس تما، كان يطلع بارك الله فيك يمد الاضافه، وشفنا كاين وحده قريب لقطه فوالا، شفنا اللقطه امام المنتخب المغربي سيتي حبست في الجول، حبست الكارد يحكمها، ماشي ما نقدرش نقولوا حكمها، قاصد فيه ماشي بالعاني، كان قادر امين زكريا عفوا يماركيها، وقيل ديال اللقطه شافها وعاودها وعاود شافها ومازالها في راسه مازال للان صح. لا 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 استنى انا وامين في كواليس قلت له بلي هذيك لاكسيون قعدت بزاف في راسي وعاودتها بزاف، كنت حاب نماركي في هذاك درت واش لازم كي تجي تشوفها، ما نقولكش درت واش لازم، قلت كنت قادر ندير ميو، خاطش كنت قادر نماركيها مي ما كتبتش، ان شاء الله في لي بروشان ماتش ان شاء الله يكون واحد يكون ايفيكاس ديفون لي بوت. تكلمت معاه في الكواليس وقلت له لازم تكون بلوس تيور ديفون البوت باسكو كان حنين مع الكره، قال لي كانت موفيز ابريسياسيون دو ما بار باسكو يوسف بليلي ما كانش يسنى يعطيها له بهذيك السرعه، يوسف بليلي عطاها له راسه مرفوع لا باس، هو اللي تي سور دو لو بلي يقدر يوري ماركي لو بوت سويت ليكسبلو اولتيم مي اتر ديجا في الكو ادفيرسير ليكسبلو بور ان دومي ريكوبيراتور. كان ما امنش بلي البوت هذاك دخل بصح كي دابي كي سقسيتو واش قلت له، هو قبل الماتش قال لي بلي قبل الماتش هو كي كنا داخلين قلنا بلي هاد الكارديان يخرج بزاف، قلنا ديجا ماركيت له كنت في طارد جي صح، وكيما كان الحال قابرو قابرو قلنا شتو حتى سييت وهاك تشوف البيت دخل ديالك، قلت بسبب الليل مهبول يديرها.